قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام لموجز لآخر الأخبار. أبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي. في اللقاء الذي حضره وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، رحب فخامة الرئيس برئيس وأعضاء اللجنة مشيدا بجهودهم التي يقومون بها في متابعة ورصد المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الميليشيا الإنقلابية على عامة أبناء شعبنا اليمني، وخصوصا في محافظتي عدن وتعز. وأشاد رئيس الجمهورية بالأعمال الإنسانية المميزة التي تجسدها اللجنة كأداة فاعلة من أدوات ونشاط الجامعة العربية، متمنيا مزيدا من النزول الميداني إلى باقي المحافظات التي طالتها المعاناة وانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. وأكد فخامة الرئيس أهمية توضيح وبلورة التقارير الميدانية الموثقة التي تحكي قصص المعاناة ونتائج الحرب الإنقلابية وتبعاتها التدميرية التي يعاني منها المجتمع اليمني. وعبر الرئيس وأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن سعادتهم بلقائهم فخامة رئيس الجمهورية ووضعه أمام ملخص ونتائج زيارتهم لمحافظة عدن ومخيمة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي، مستعرضين جملة من معاناة المواطنين وتبعات الحرب والتدمير التي خلفتها الميليشيا الإنقلابية. كما أكدوا أنهم بصدد رفع تقرير متكامل حول الزيارة وما شاهدوه وما لمسوه على أرض الواقع من أعمال تدميرية طالت البنى التحتية في عدن، كما تطرقوا في حديثهم حول زيارتهم إلى مخيمة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي، مشيرين إلى أن فريق اللجنة سيستمر في عمله وستتم المتابعة لما يحدث من انتهاكات المدنيين من خلال مرصد المتابعة لكل مستجد. حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي بوزير. وصل نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من العاصمة المؤقتة عدن، مستهلا بها سلسلة من الزيارات الخارجية. وسيلتقي بحاح رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي للتشاور معه في العديد من الملفات الاستراتيجية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. كما سيترأس نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث سيتم مناقشة الكثير من الملفات العاجلة وأهمها إدارة العجلة الاقتصادية في المناطق المحررة، وضع موجهات للفرق الحكومية التي ستبدأ نزولها الميداني إلى المحافظات المحررة، وذلك لممارسة مهامها من هناك لتطبيع الحياة، ومناقشة آلية تعزيز الأجهزة الأمنية في كل المحافظات مع قيادة التحالف العربي، ودراسة تطوير العمليات العسكرية وتكثيفها للقضاء على الإرهاب في مختلف المحافظات. وقال مصدر مسؤول في مكتب نائب رئيس الجمهورية من المتوقع أن تستمر زيارة بحاح لأيام، كونها تأتي لبحث مستجدات الوضع الراهن في اليمن ومواصلة المباحثات مع قيادة التحالف فيما يتصل بسبل تعزيز السلام والعمل على تحريك العملية السياسية لبناء يمن آمن ومستقر. وسيتم مواصلة ملفات المباحثات المتعلقة بالإغاثة وملف الإعمار والتنمية. ميدانيا، سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على منطقة الصفراء بمحافظة الجوف بشكل كامل. وقالت مصادر إعلامية أنه تم السيطرة على الصفراء بشكل كلي وتأمين خط مأرب الجوف بالكامل. كما أكد مصدر أن المعارك تتجه حاليا نحو منطقة براقش بعد تكبد ميليشيات الحوثي وصالح خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. المصدر أشار إلى أن قتلى وجرح ميليشيات ما زالت جثثهم مرمية في الجبال. وصلت مقاتلة التحالف العربي غارتها الجوية ضد مواقع مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في تعز. وأفادت مصادر محلية أن مقاتلة التحالف قصفت اليوم العديد من غارات مواقع من شارع 60، مرتفع سوفتيل، ومعسكر اللواء 22 مشاة الذي يسيطر عليه الحوثيون في منطقة الجند. وأعلنت المقاومة الشعبية بتعز أن المواجهات الدائرة في أحياء ثعبات والجحملية شرق تعز أسفرت عن مقتل 7 من ميليشيا الحوثي وصالح وإصابة 13 آخرين، بينما قصفت ميليشيا الحوثي وصالح بشكل عشوائي الأحياء السكنية، وشهدت عملية الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من أحياء القاهرة والمدينة القديمة والجحملية وثعبات وبيرباشا. قالت مصادر ميدانية إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا اليوم من صد هجوم لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة حجة. وأشارت المصادر إلى أن الهجوم يأتي في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها قيادات المتمردين خلال اليومين الماضيين في منطقة ميدي، وتمكنت قوات الشرعية من تطهير كامل ميدي والمزارع المحيطة بها خلال اليومين الماضيين وسط انهيار وتراجع كبير للميليشيات الإنقلابية
تسييق ذاتها. أفاد مصدر محلي إصابة المدعو أبو إدريس أحمد الشرفي مسؤول الميليشيات الحوثية في إقليم تهامة. حسب المصدر فقد أصيب الشرفي في مواجهات اليوم فيما اكتظ المستشفى الجمهوري بحق بعشرات القتلى والجرحى من الميليشيات المتمردة. أذكر المصدر أن الميليشيات الحوثية أجبرت الفارين من جبهة ميدي وحرت بالقوة للعودة إلى جبهات القتال. موجز الأخبار انتهى. أشكر لكم المتابعة.